قال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب. وفي تعريف الإيمان: هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. فكيف نربط كلام الإمام أحمد رحمه الله بالآية وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله؟ لا تنافي بين الآية وبين ما ذكرته. فقوله يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قالوا على الله توكلنا، فنصرهم الله على فرعون وأغرق فرعون وقومه لأنهم توكلوا على الله وفوضوا أمورهم إليه واعتمدوا عليه سبحانه، فكفاهم الله شر عدوهم. نعم.